الخبر الثاني من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يفتتح رسميا أو افتتح رسميا في العاصمة الفرنسية باريس معرض أو انتهى منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفي العالمي من مدينة العلوم في باريس، والذي نظم خصيصا قبل افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون للسماح للإعلام الفرنسي والعالمي بالتجول داخل المعرض وتصويره قبل الافتتاح الرسمي له وإجراء بعض اللقاءات الصحفية. حضر المؤتمر ما يقرب من 400 قناة وإذاعة ووكالة أنباء وصحف من فرنسا ودول أوروبية أخرى وأفريقية وعربية ومصرية. حضر المؤتمر أيضا الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ودكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم باليونسكو. وافتتح رسميا في العاصمة الفرنسية باريس معرض الملك توت عنخ آمون بمشاركة وزير الآثار كما قلنا تحت عنوان توت عنخ آمون كنوز الفرعون، وسيستمر المعرض حتى منتصف سبتمبر المقبل. والحكومة الفرنسية اتخذت عدة خطوات استعدادا للحدث الأهم في باريس خلال العام الجاري، نستعرضها في سياق العرض التالي.